بونسوار بونسوار، مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم فين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما كنتوا تتفرجوا في اللايف هذايا على طبعا على قناتنا وعلى صفحتنا ديوان اف ام. بدايه الاخبار السعيده، بدايه التتويجات، الجمهور العظيم التونسي اللي شفتوه احضر اكيد هذيك وراه برشا خدمه وبرشا تعب وبرشا تنظيم، ناس قاعده تخدم في الكواليس وفي الخفاء عندها توا نجم نقول سنوات، نجم نقول عندها ثلاثة سنين يحضروا باش يوصلوا لبدايه التتويجات. دونك اول تتويج يخرج في المونديال وهو لقاء المشجعين التونسي ايمن سيسي. مرحبا يا ايمن. عسلامة. اهلا وسهلا بك ايمن. عسلامة، مرحبا مرحبا. مبروك. عايشك عايشك. قولوا لكم مبروك. مبروك تونس. مبروك عليكم ومبروك علينا كتوانسة وكجمهور وناس كل اللي قاعدة تتابع في هذه التظاهرة العالمية. أيمن، كيفاش كانت الاستعدادات؟ ثلاث سنين تحضروا، أعطيني خطوة خطوة نمشي. دونك مشروع. خطوة خطوة. المشروع بدا هو اسمه قادة المشجعين، قادة مشجعي المنتخب التونسي. بدا من 2019 تحت الإرث والمشاريع بإشراف فيفا. جاوا اختاروا على كل بلاد أربعة من الناس يمثلوا البلد اللي ينتميوا له، يقوموا بدورات تكوينية مع الإرث والمشاريع مع فيفا. الدورات هذه كانت عبارة على ورشات عمل مع الجهات المختصة، سواء وزارة الدفاع، سواء وزارة الداخلية، سواء وزارة الصحة، سواء فيفا. فيفا كانت تقوم بالورشات ديدي، معناها حاجة موجهة، تجيب دي بسيكولوج، تجيب دي سبيسياليست باش يعلموك كيفاش تجاري الفول سواء في الملعب ولا خارج الملعب، كيفاش تجاري ستريس، كيفاش تجاري ستريس، كيفاش تعمل الكرياسيون تاع لي زيفانت، كيفاش تكون اتراكتيف، كيفاش ليفانت يكون سيبلي، خاطر ما تنجمش يبدا الكوب دو موند ماشي في حاجة والتوجه نتاع الجماهير ماشي في حاجه وانت تجي تقترح حاجه غير. معناها احنا كي جينا اقترحنا قلنا راهو احنا نحبوا ناخذوا امبري جينيس في الشاشيه، حاولنا نشوفوا حاجه اللي تنجم تلم التوانسه والناس الكل تتفق عليها. وي. كبير وصغير. وي. كوب المراه والراجل. حاجه تلم الناس هذوما الكل. دونك الحاجات هذوما الكل كانوا ثمره ورشات العمل اللي تعملت مع فيفا ولا مع الارث والمشاريع. صراحه هو برنامج كان قوي برشا، موجود فيه دول العالم الكل. تعبنا ثلاثة سنين كاملين واحنا قاعدين نعملوا في الورشات هذه. كان حتى لما وقت اللي يكون فما ماتش كبير مثلا البرة ولا حاجه كانوا يهزونا ونمشيو ونشوفوا كيفاش التنظيم هذاك صاير ولا نشوفوا شنو هي المشاكل اللي صارت وبعد نعملوا فيه. ايمن معناها ما فماش حاجه قعدت اوازاغ هكاك ثلاث سنين وانتم تحضروا. احكي لي على التروفي نتاع اليوم. والله هو التروفي نتاع البارح كان جابوا كانت الفايرويل، كانت حفله الوداع لبرنامج قاده المشجعين بالنسبه لكاس العالم. على فكره برنامج قاده المشجعين اول مره يتعمل، اما ماهوش باش يكون اخر 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 برنامج، خاطر حسب ما سمعنا اللي فيفا باش تتبنى البرنامج وباش تكمل به. دونك جابوا لي فان انترناسيونال، معناها الفان ليدر انترناسيونال الكل. وصارت سيريموني. دونك احنا كتوانسه كنا طبعا ديما توانسه كجمهور هو سباق باش ياخذ الجوائز. بلا جمهور، بلا جمهور، جمهور غير عادي. جمهور تونس ديما عنده نكهه خاصه، وكي يلقى اي في الشارع. دور الانيماسيون في الشارع، راهو انا يعرضوني معناها عرب وقطريين يقولوا لي حرام عليكم حرام عليكم ياسر. يعني احنا كنا عايشين معاهم بريسك راهو 12 سنه. احنا الجاليه نتاعنا كبرت ملي كبرت الجاليه ولا عددها 38000. وبالنسبه للعباد اللي جات لبرا ما كناش نظهروا بالطريقه هذه. اما حتى عمليه الظهور راهي كانت موجهه. راهو الخدمه مع السفاره، زاد نشكر وزاره الخارجيه. قامت بعث اكثر من 12000 علم وصارت التوزيع نتاعها على مراحل. دونك باش نحاولوا، خاطر انت كان توصل تفرق 12000 وفما 10000 اخرين ما عندهمش علم، اوتوماتيكمون باش يمشيو يشريوا العلم. عرفت يولي يعني في يسميوه هما ديزولي بالكلمه يعني في كونسير. دونك يضرب الناس، يحسسهم الناس الكل. دونك كان البرنامج واضح، كانت لي زيدي مسطره، احنا قمنا باللي علينا.
انا ما خديتش التروفي هذا على خاطرني انا ايمن ساسي، لا خديته على خاطرني انا تونسي، وخديته على خاطر عندنا الباسيونس نتاع الكوره وعندنا الباسيونس في دمنا بتاع... في دمنا نتنفسوا كوره راهو تويز. خديته على خاطر زاد نحبوا بلادنا ونحبوا نوروها ونحبوا نشرفوها سواء كنا لبرا ولا لداخل. خديته على خاطر خدمت برشا وتعبت عليه وفي تبع فيك انا عندي قديش من عام معناها دونك التواضع هذية باهرة أما زيدا كل واحد ياخذ حقه. هذية تروفي خديته عن جدارة وباستحقاق، تعبت ياسر ياسر نهار اللي وصلنا احنا وانت بديت تستقبل في في الوفود الوفود اللي جاية لازم تراوها كيفاش معناها مسكينة فرحانة على الاخر هنا انه عندنا شباب كيفك انت وبرشا شباب لهنا في قطر اللهم صلي على النبي عليهم ما احلاهم قداش يخدموا في خدمة كبيرة. باهي نعملوا دورة احنا وين غير نقولوا لهم نوريهم احنا نوريهم اللؤلؤة اللؤلؤة انا هبطت فيديو مين حبوا نشوفوا اكثر ونحكيوا لهم اكثر احنا وين بالضبط نبداو بالدوق ساعة نعطيوا احنا شوية لمحة هكا شوية على اللؤلؤة. اللؤلؤة هذه كانت بحر معناها العباد اللي تشوف فيها الكل راهو كان بحر. جاوا هما حبوا يبنيوا جزيرة جزيرة هو قطر قبل ما يكون عندها بترول قبل ما يكون عندها غاز كان عندها اللؤلؤ بنوها سو فورم بيرت دونك على شكل لؤلؤة. لؤلؤة الأولى هذه اللي قاعدين فيها احنا هي القديمة وعندنا لؤلؤة واحدة أخرى هي اللؤلؤة الثانية دونك هذه سميوها فيفا الثانية سميوها فيفا بحرية دونك تفرجوا 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 في الليوت الدنيا يعني نيفو دو في خيزل في كومباري بالبلايص الاخرين سواء الكوتيديان معناها العادي الماكله القهوه ترونسبور كل شيء عايشين لكجوري معناها العباد اللي يسكن في التاور هذا نعطيه حاجه صغيره برك وقت اللي يحب يخرج لمرته مثلا تقام عندهم كهرباء برك مرته تحب تخرج تكلم التاور كل تاور فيها بي ام دبليو في تهزها سيريسات تبدا اخر موديل تهزها وتوصلها اللي تحب عليها جوست تعمل البوكينج بتاعها قبل وهذا فري اوف تشارج تابع تابع لابارت معناها كل تاور من اللي تاور هذوما هما ديزابارت اوتيل تلقى فيهم الفاسيلتي كل تلقى فيها البيسين تلقى فيها جاكوزي تلقى فيها سبا تلقى فيها تيران تاع تنس ولا تيران تاع سكواش ولا تلقى فيها بيك بونج ولا بيان سور تلقى فيها حاجه للصغار يلعبوا فيها صراحه يعني خلينا نقدموا اولا نحب نقولوا راه التونسي كي يلقى الاتموسفير باش ينجم يخدم مرتاح خاطر هذه راحه نفسيه يخدم ينجم يخدم نقول لك انا شنو اللي لاحظته معناها انا مش اول مره نجي لقطر هذه المره الثالثه دابور جوده الحياه اللي هي مهمه ياسر اني نعيش انا في بلاد نظيفة في بلاد الإدارة متاحة متميزة في بلاد الخدمات متاحة رائعة في بلاد تحترم المواطن متاحة والمواطن يحترم الدولة متاعه ويحترم الأرض اللي هو عايش فيها العلاقة هذه ما تنجم إلا توصلنا أنه الغوندمون متاع العمل متاعنا يكون ممتاز أنه نخدم ونعطي أقصى ما عندي وأنا نشوفه قديش توينسة لهنا قديش عندنا كفاءات في الاختصاصات الكل موجودين لهنا في قطر ويخدموا الحمد لله ربي وفقهم خاطر لقاو هالبيئه هذه احنا راه كي نحكيوها هكايا نحبوا زاده مثالش نسيروا هالعقليه هذه نسيروا بطبيعه ثقافه العمل هذه في تونس باش نزيدوا ننهضوا ببلادنا وباش نزيدوا نطوروا بلادنا ونحسنوا بلادنا فينالمون معناها الكفاءات اللي تعيش برا كلها بعد في الاخر تروح لتونس راه معناها دونك يروح لبلاده بالتجربه نتاعو وبكل شيء باش ينفع بلاده دونك نحب نقولوا اللي عرفت فما البلاد كي يبدا فيها القانون راه اوتوماتيكمون توصل كي يبدا فيها توفر لك يعني احنا توا عندنا انا عندي قداش عندي بريس 9 سنين في الدوحه نجم نقول لكم 9 سنين احنا ما شفناش ليد اش معناها؟ معناها نخدموا تروا شيف على مدار ال 24 ساعه فما دي بروجي قاعدين يخدموا علاش؟ أيوة. اول حاجه صحيح فما فلوس اما زاد فما حاجه اقوى من الفلوس موجوده فما اراده إرادة نتاع 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 رجال دولة موجودين بيسير نتاع القيادة نتاع البلاد ثمايله ثاني حاجة عندهم ديزوبجيكتيف بيان ديترميني مسطرين شنو يلزمني نعمل وقتاش يلزمني نكمل وقتاش يلزمني نقف وأكثر من هذا الكل الناس اللي موجودة راهي ما تعرفش أول مرة تعمل ستاد أما يسمع اللي يعرف يبني ستاد كي نجي ونقولوا راهو احنا ماناش باش نخلطوا نقول لك علاش ويسمعك علاش ويحل لك المشكله يرجع لك معناها احنا نعطيهم حل وساعات هما يرجعوا لنا بحلول اخرى حلول اخرى دونك
بلاد تحديت الطبيعة؟ بقينا نحب حاجة نحكيو فيها شوية. وقبيلة أنا كنت مع صديقتي تونسية بالتليفون، قالت لي شفت النظام وشفت، قلت لها وقت اللي تفرض أنت النظام تلقى النظام، معناها هوني القوانين صارمة جدا طبعا. في علاقة بالتلوث، في علاقة بالبيئة، باش توسخ الدنيا، باش ترمي أي حاجة، في علاقة بقانون الطرقات. رحنا ليه معناها؟ احنا هوني تحرق ضوء 6000 ريال ولا. دونك ما فما حد حاجة تحرق ضوء 6000 ريال، معناها بالتونسي قديش؟ معناها 5 ملايين و800 5 ملايين و800 تونسي تحرق الضوء، تخلص 5 ملايين و800 تونسي. أقل تيكي نتاع أوتوروت 500 ريال، 460 و 440 ألف تونسي. تيكي أوتوروت. تيكي أوتوروت. فوالا. اللي أي حد التجاوزات وهو يخدم في بروجي، عادي جدا البروجي نتاعو يقف. يقف. احنا نخدموا في المترو. جينا باش نعملوا الاستاسيون، فما جر موجود. قلعنا أول مرة ما نعرفوش. المترو كونسيديري ان بروجي ديتا، معناها حاجه قوميه عندهم، ما نجموش وقفوه. لا وقفونا. قال لك انت تتحمل الروتار اللي صار معنا. دونك القوانين صارمه، ما يلعب معها حتى حد، ما يتعدى عليها حتى حد، تتطبق بحذافيرها، ما فيهاش لا وساطه لا فيها لا تغيير لا تفلسيف. لا ترانسبارونس توتال توتال، كي نقولوا ترانسبارونس في ابيل دوفر، ولا كي نقولوا ما ياخو كان اللي يستاهل، ما يخدم كان اللي يستاهل. عايشين مع اكثر من 120 ناسيوناليتي، اكثر من 120 جنسيه، كيفاش باش تنجم تحكمهم كان انت ما عندكش قانون يطبق على الجميع؟ دونك كيف الناس هذم الكل جاوا عندهم معارف وعندهم درايه وعندهم خبره، اما زاد هما عندهم عادات وعندهم تقاليد وعندهم حاجات متعودين بهم، كيما التوانسة جاوا عندهم عاداتهم وعندهم تقاليدهم، عندهم الكرة يحبوا الكرة ونحبوا ناخذوا جائزة أحسن جمهور في الكوب دو موند. تحرمنا من الجائزة أوفيسيال في الكوب دراب باش ناخذوها جائزة أحسن جمهور، خاطر صارت ديك هكا ديزانسيدون في ترافاي دو بوليس، تعلمنا منهم توا اللي هي كانت تجربة مهمة زادة بيان سور، اللي هي علمتنا سورتو احنا وانا اللي فان ليدر. انا واحد من الناس تعلمت كيفاش تبدا عندي ستيب اون افونس باش ننجم نغلب الحاجات هذيك اللي صارت. تستبق معناها شنو حاجه ممكن تصير انت تستبقها. دونك ان شاء الله يا ربي جمهورنا يقعد منور هكا، وان شاء الله العدد مازالت قاعده تزيد، العباد اللي قاعده تجي من برا مازالوا حتى اللي ما كانش ببرمج خالط. دونك ان شاء الله يا ربي ينورونا، يا ان شاء الله يا ربي يربحوا الاولاد الطرح الجاي، ان شاء الله يربحوا يا رب، هذاك باش يكون العرس بالحق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نورتنا برشا برشا، يعطيك الف صحه، ميرسي بوكو ايمن. نشكرك ياسر. تونسي ربي معانا، ان شاء الله ربي مع تونس، وان شاء الله نعديو نعديوها ان شاء الله يا رب باذن الله، قدره ربي باذن الله، قدره ربي. شكرا لكم مره اخرى، الف مبروك من خلالك نباركوا لكل الجمهور التونسي.